فيه يعني حتى بالنوم، يعني لابد انه الشخص ما يكون مثلا نايم على يعني جهة اليسار او على ظهره او على بطنه، في سنة لطريقة النوم الصحيح سنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. حتى في النوم في شرب الماء لابد انها تكون على 3 دفعات. فهذه كلها من معايير او كلها من تطبيق يعني اشياء لصحتنا احنا ولسلامتنا احنا. ف من البيسك ثينجز، من الاشياء البسيطه جدا الى عملنا الى كل جوانب الحياه مثل ما تكلمنا. ف احنا راح نناقش السلايدات اللي قدام، يعني تقريبا 12 سلايد راح ناخذها اليوم باذن الله. فراح نناقش الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، في المنزل اللي هي اللي يسمونها الهاوس كيبينج، عندنا مكافحة الحرائق، عندنا يعني عندنا جوانب كثيرة في المجال الصحي. بالنسبة للصحة والسلامة المهنية هي معايير يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل، سواء كانت هندسية، كانت مستشفيات ومرافق صحية. عندنا هنا مرور عليها سريع، المصانع، شركات النقل، المنشآت التعليمية، في كل تقريبا جوانب العمل. فنبدأ بسم الله مع المشاريع الهندسية. ضروري بس أكد على النقطة اللي قلتها قبل شوية، أنه الصحة والسلامة ما قبل المهنية، يعني الصحة والسلامة لا بد ان احنا نطبقها اصلا مع انفسنا. لا بد ان نكون يعني تكون ثقافه الشخص لما يكون مسؤول صحه وسلامه مهنيه، لا بد ان تكون ثقافته هو في الاساس اتباع معايير الصحه والسلامه المهنيه، حتى معايير الصحه والسلامه عفوا بدون المهنيه في يعني نظام حياته، في روتين حياته. فهذا الشيء بينعكس على ادائه في عمله. فمساله الصحه والسلامه المهنيه اذا ما كان المطبق الاول لها واللي يحط معاييرها وكان هو الجود اكزامبل والمثال الجيد في مكان العمل لتطبيقها، ما راح يطبقها غيره. يعني اذا كان نفس مسؤول الصحه والسلامه المهنيه لا يراعي اشتراطات الصحه والسلامه المهنيه في مكان العمل، مثلا يمشي في مكان العمل بلا مثلا هلمت او بلا جلوفز او بلا يعني أي من الأدوات الوقاية الشخصية المطلوبة في مكان العمل، كالخوذة، كأكرمكم الله جزم السلامة، كجلوفز اللي هي القفازات، كنظارات حامية اللي هي الجلاسز أو الجاجلز. فالشخص العامل اللي هو الفيرست لاين وركر أو الشخص العامل في مكان العمل اللي هو حق الأوبريشن، إذا شاف الشخص هذا اللي هو مسؤول الصحة والسلامة المهنية اللي هو مفروض يكون يعني وظيفته مراقبة، إذا كانوا العمال هذولا يطبقون معايير الصحة والسلامة المهنية أو لا، إذا الشخص نفسه العامل شاف مسؤول الصحة والسلامة المهنية غير متبع لاشتراطات الصحة والسلامة، من البديهي إنه هو ما راح يراعي. طبعاً تعتمد هو ردة فعله إذا أنه شخص واعي أو غير واعي، إذا أنه واعي ممكن هو يطبق لكن ما يهتم في الآخرين، لكن إذا أنه شخص غير واعي ما راح يطبق. فحنا علينا مسؤولية كمسؤولين صحة وسلامة مهنية في مكان العمل، أول شيء مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، لأن حنا اللي يعنينا في مكان العمل صحتنا حنا وسلامتنا حنا وصحة وسلامة العمال جميعاً، وبالتالي الفائدة تعود للأشخاص اللي هم العمال وللفرد كونه مسؤول صحة وسلامة مهنية بأنه خرج من مكان العمل وهو سليم وبيتم صحة وعافية إن شاء الله. من طبعا نتكلم من مدير الشركة إلى الفيرست لاين وركر، ومن عدم وضع أو تكليف الشركة ب يعني تكاليف إضافية ممكن أنهم كانوا في غنى عنها ولكن كان بسبب عدم تطبيق بعض العمال أو عدم مراقبة مسؤول الصحة والسلامة المهنية لتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. عموما نسترسل في السلايدات الجاية. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي المشاريع الهندسية،
تشمل مثل ما قلنا مصادر الطاقة الكهربائية، أعمال الحفريات والردم، المعدات والرافعات، الخرسانة، أعمال النجارة، السقالات والسلالم، العمل بأماكن مرتفعة، تخزين الديزل والبنزين، تزويد المركبات، تخزين المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال. طبعا في مثل ما هو موضح بين قوسين هنا، يتم الرجوع إلى المراجع الخاصة بكل فئة، فكل فئة عندنا لها اشتراطات أو معايير صحة وسلامة مهنية خاصة فيها هي. طبعا بالنسبة للمشاريع عندنا كيعني جذرين كبار، احنا لما نبغى نوزع معايير الصحة والسلامة المهنية على أماكن العمل نقسمها على جذرين أساسيين. الجذر الأول اللي هو الكونستراكشن أو معايير الصحة والسلامة المهنية في مشاريع الإنشاءات، في مشاريع الإنشاء، الكونستراكشن البناء، الإنشاء أو البناء. يعني الحين أنا أبغى أبني مثلا مثل إطار الرياض هنا، يعني مشروع الرياض، وش العمل حقنا؟ كونستراكشن، بناء القطار وبناء السكك الحديدية للقطار وبناء المحطات للقطار وبناء المرفقات للقطار، فهذا كله بناء. فالمعايير اللي تستخدم له تكون معايير الكونستراكشن، معايير الصحة والسلامة المهنية في الكونستراكشن أو في مجال البناء أو الإنشاء. الجذر الثاني اللي هو الجنرال اندستري أو الصناعات العامة أو المصانع العامة. المصانع العامة هو كل المصانع جميعها ما عدا الكونستراكشن. يعني المصانع مثلا اللي هي التصنيع، مثلا أدوات، معدات، معلبات، أكل، شرب، معدات نظافة، معدات أي شيء تصنيعي، مانيفاكتشرنج يكون فيه، استخراج طاقة، استخراج يعني مثلا غاز، نفط، غيره، مثلا اللي بيحصل في نيوم اللي هي الطاقة الشمسية، هذه كلها مصانع عامة تعتبر اللي هو الجنرال اندستري. فاحنا نقسم عندنا معايير الصحة والسلامة المهنية تكون على جذرين أساسيين، الجذر الأول اللي هو الكونستراكشن اللي هو الإنشاء والبناء، والجذر الثاني اللي هو المصانع الباقية اللي هي التصنيع وغيره، استخراج الطاقة مثل أرامكو وسابق وغيره، النفط والبتروكيماويات، واللي يعني جميع المصانع ما عدا مجال الكونستراكشن، هذا له يعني هذا له مجال وهذا له مجال. حتى في الكتب التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية هناك اللي هم الأوشا، الأوشا عندهم معيارين، أو بالأصح كتابين تشريعية، كتاب يخص الكونستراكشن اللي هو الإنشاء أو البناء، وكتاب يخص الجنرال اندستري أو المصانع العامة. فنشوف اشياء بالكونستراكشن ممكنها تكون مختلفه عن الاشياء اللي موجوده في الجنرال اندستري. ممكن تكون في الجنرال اندستري اللي هي المصانع العامه بالتاكيد بيكون فيها مع تطبيق بعض المعايير اضافيه على الكونستراكشن، يعني نشوف شغلات موجوده في الجنرال اندستري او المصانع العامه ما هي موجوده في الكونستراكشن والاشياء، لا، لانه طبعا المصانع العامه باختلاف يعني انواعها بنحصل أشياء وبيواجهون العمال يعني بيتعرضون لأشياء غير موجودة في الكونستراكشن. فأصلاً حنا لما نحط معايير الصحة والسلامة المهنية في مكان عمل بناء على إيش؟ بناء على التعرف وبناء على نشاط العمال، هم كيف بيأدون عملهم، وما هو يعني ما هو عملهم أصلاً، ايش هي المهام المطلوبة على العمال اللي هو النشاط، يسمى نشاط العمال. وعندنا النقطة الثانية اللي هي التعرض، هم يتعرضون لايش؟ هل هم يتعرضون لمواد كيميائية؟ هل هم يتعرضون لمثلا طاقة كهربائية؟ هل هم يتعرضون لخطر مثلا من اعمال الحفريات والردم؟ هل هم يواجهون او يتعرضون لخطر معدات أو رافعات أو غيرها في مكان العمل، بحكم أنه يعني يتطلب مكان العمل وجود هذه المعدات، مثل السقالات مثلا والسلالم، السقالات طبعا اللي هي السكافولد، والسلالم اللي هي اللادرز.
هل هم يحتاجون انهم يعملون في اماكن مرتفعه، فاذا التعرض هنا انهم يواجهون خطر السقوط مثلا، او الاخطار، جميع اخطار العمل باماكن مرتفعه طبعا، اللي هو السقوط اللي هو الخطر الرئيسي اللي نواجهه من المساله هذه. بالنسبه لتخزين الديزل والبنزين وتزويد المركبات، يواجهون خطر مثلا تسرب الديزل او البنزين في المخازن، هذا برضو تعرض، خطر يواجهونه ممكن في مكان العمل، لان هذه الديزل والبنزين تعتبر من الكلاس بي في الفاير اللي هم الفلام بالليكويد، فهي مواد سريعه قابله للاشتعال او سريعه الاشتعال. بالنسبه لتزويد المركبات، أنا عندي مركبات في مكان العمل، إذا في تعرض لخطر وهو وجود مركبات في مكان العمل، فلا بد أن يكون فيه قوانين قوانين سير في مكان العمل، لا بد يكون فيه سبيد ليميت، سرعة محددة، لا بد يكون فيه طرق معينة لهم، باختلاف يمكن أهداف المركبات. إذا كان كامل جدا كبير ممكن يكون للمواد، يعني لها أهداف كثيرة. بالنسبة لتخزين المواد الكيميائية والمواد القابلة لاشتعال المركبات والنقل داخل المشاريع، بعض المواد الكيميائية ممكن أنها تكون من تصنيف الـ IDLH. طبعا في تصنيفات المواد الكيميائية تختلف. بالنسبة لتصنيف الـ IDLH للمواد الكيميائية، هذا هو أخطر، هي أخطر مواد كيميائية تؤثر على الإنسان مباشرة. الـ IDLH اختصارها Immediate Danger to Life and Health، ثلاثة هي المواد الكيميائية التي تؤدي إلى الضرر مباشرة لصحة وسلامة الشخص أو الإنسان. هذه مواد لابد انها تكون يعني تعامل بشكل خاص غير المواد الاخرى، بحكم انها مواد ضاره جدا اذا تعرض لها الشخص. بعضها مواد تبعث، يعني تنبعث منها غازات سامه، بعضها مواد مجرد لمسها ممكن يؤدي الى تاكل الجسم او الجلد. يعني في مواد لها وضعها الخاص. بالنسبة للتخزين أو عالم التخزين في أماكن العمل، في كثير من الناس يقولون يعني ما يهتمون في مسألة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مسألة تخزين المواد الكيميائية. بالنسبة للمواد الكيميائية وتخزينها، لا بد يكون على يعني أسس معينة، مثلا إنه أصلا نفس المبنى يبنى بالمواد الملائمة، لا بد المبنى أو المخزن يكون مبني من مادة تكون مقاومة للحرارة، مقاومة للحرارة اللي هي heat resistant أو fire resistant، على أساس تعزل الحرارة عن المواد الموجودة داخل المخزن. فيه مواد سريعة الاشتعال جدا بشكل ما تتخيلونه، مو هو بشرط إنه يكون تشتعل، لكن ممكن توصل إلى نقطة الوميض حقتها اللي هي يسمونها، هي يسمونها نقطة الوميض بالعربي، لكن المصطلح المتداول عليه في أماكن العمل اللي هو الفلاش بوينت. الفلاش بوينت هي درجة الحرارة اللي تتطلبها المادة الكيميائية لتبدأ ببعث سمومها أو تبخرها. تبخرها طبعا بشكل يعني خفيف جدا، وكل ما زادت الحرارة كل ما تبخرت اكثر، الى ان توصل الى مرحله الفاير بوينت او الاكسبلوجن بوينت، او درجه الحراره اللي الماده الكيميائيه تنفجر فيها او تشتعل فيها. بالنسبه للتخزين، مثل ما ذكرنا، مثل ما قلنا، المخزن لابد انه يكون مبنى او مبني من ماده تكون مقاومه للحراره. المواد الكيميائيه حاوياتها لابد انها تكون من مواد ما تكون تتفاعل مع المادة نفسها هي تحتويها. الماء الحاوية لابد أنها تكون كبيرة وحاملة لجميع المواد الكيميائية، ما يكون، نتأكد أن ما فيها تسربات، حفر،
شق في مثلا الحاوي على اساس نتاكد انه الماده الكيميائيه ان شاء الله ما تتسرب، محكمه ومقفله نتاكد من الموضوع هذا. ممكن انه نحط حوالين الحاويات احجار او طوب، بحيث انه يعني نحصر اذا كان فيه مثلا تسرب نحصر اللي هو السائل المتسرب من الحاوية في المخزن فقط. ممكن كمان يسمونه دبل كوتينج، او اللي هو تدبير الحاوية، يعني بدال ما هي حاوية نخليها حاويتين، فالحاوية الأولى تكون بحجم 100% من المادة الكيميائية إذا كانت طبعا. فمثلا لنفترض حجم المادة الكيميائية مثلا، لنفترض 200 مثلا ملي جرام لنفترض يعني، فيكون حجم الحاوية يشيل 200 ملي جرام بالضبط، والحاوية اللي بعدها او اللي فوقها اللي هي الدبل كوتينج، لان احنا دبلنا الحاويات على اساس نتاكد انه ابدا ما يصير فيه تسريب، الحاويه الثانيه لابد انها تكون هذا نظام ومعيار واشتراط وقانون بمساله الصحه والسلامه المهنيه، انه يكون الحاويه الثانيه تكون 110% من حجم الماده الكيميائيه. فلا بد ان ناخذ هذه كل الامور هذه بالحسبان. طبعا لا بد تكون المواد الكيميائيه ليبلد، يعني لا بد تكون مصنفه، هذه الماده الكيميائيه اسمها كذا، تصنيفها كذا، الماده الفلانيه اسمها كذا، تصنيفها كذا. طبعا كيف نعرف نتفاعل مع نتعامل مع المواد الكيميائيه؟ بناء على الاس دي اس او السيفتي داتا شيت، اللي هو يوضح كل ماده كيميائيه واسمها ومن ايش متكونه، كيفها، وش الفلاش بوينت حقها او درجه الحراره اللي توصلها لنقطه الوميض او الفلاش بوينت، وش الحراره، وش هي درجه الحراره اللي توصلها الفاير بوينت او الاكسبلوجن بوينت، او نقطه درجه الحراره اللي تتطلبها الماده الكيميائيه على اساس تبدا تشتعل او تنفجر. برضو في الاس دي اس او السيفتي داتا شيت موضح ما هي أخطار المادة هذه وكيفية الوقاية من المادة نفسها. كل الأمور هذه أنتم ملاحظين يعني في نقاط كثيرة هنا، هذه كلها تدخل فيها مسألة الصحة والسلامة المهنية، والصحة والسلامة بشكل عام في كل أمور حياتنا، لكن الصحة والسلامة المهنية أيضا في كل أمور العمل. فما هي يعني هذه على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر طبعا. طبعا مثل ما هو معروف عندنا قسم الطوارئ وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، قسم الدخول وكيفية التعامل مع المرضى اللي يسمونها patient safety، مراقبة العدوى، قسم التمريض وسلامة المريض، الأشعة ومخاطر الأشعاعات، قسم المختبرات وإجراءات التعامل مع الملوثات، وقسم الصيانة وبرنامج الصيانة الوقائية. طبعا بالنسبة للمستشفيات والمرافق الصحية لها نظم يعني او معايير صحه وسلامه مهنيه خاصه. طبعا اكثر ما يكون يعني خطر او يخشى منه في المستشفيات والمرافق الصحيه هو خطر انتقال العدوى عن طريق الدم، لما يصير في سحب دم في اماكن في المرفقات الصحيه والمستشفيات، ويوضع في علب معينه، بعض العلب هذه يصير لما يفتحها الشخص سواء كان ممرض أو دكتور أو غيره، ممكن الدم هذا يكون مثلا يعني ملوث، أو يكون الدم هذا فيه يعني الشخص يكون فيه مرض، والدم هذا مجرد لمسه ينقل لك المرض، أو ممكن أنه يتسرب يسمونه البلاد باثجز أو غيره. فلا بد أنه يعني نفس سحب الدم، إعطاء الدم اللي هو الهازارد ويست او الويست حق المستشفيات، او يعني اكرمكم الله النفايات حق المستشفيات من الابر ومن المسحات الطبيه ومن الشاش، هذه كلها ممكن تنقل العدوى برضه. فمهمه مسؤول الصحه والسلامه المهنيه في الفلو او التدرج حق الهازارد ويست في المستشفى، وينظمونه الين يطلعونه من المستشفى ويودونه للحاوية الخارجية، ومن الحاوية الخارجية إلى طبعا
الى اما الريسايكلينج طبعا اعاده التدوير على حسب ايش هي استراتيجيه المستشفى والمرفق الصحي او المطلوب منها. فلكن مسؤوليتي انا كمسؤول صحه وسلامه مهنيه في المستشفى اني اتابع مساله البلود باثجز، احط معيار واضح في مساله انتقال الدم، نقل الدم مثلا من مريض من يعني علبه مثلا تبرع دماء او غيره لاعطاه الشخص او سحب دم، لابد انها تكون في يعني مغلفه بشكل ممتاز مثل ما نشوفه بالمستشفيات. مساله الهازارد ويست، الابر مثل ما تكلمت، والمسحات الطبيه والشاش وغيره، لما ترمى لابد انها تراعى بانها على طول يتخلص منها بحيث انه ما تنقل المرض من شخص لشخص. هذه بالنسبه للمستشفيات وبالنسبه للمرافق الصحيه. طبعا بالنسبه للحالات الاسعافيه عندنا كمان برضه في اماكن العمل مطلوب من مسؤول الصحه والسلامه المهنيه على الاقل انه يكون عنده المعرفه البسيطه جدا او البيسك في مساله الفيرست ايد او الاسعافات الاوليه. عندنا برضو اللي هي موضوع السي بي ار، السي بي ار هذه اللي هي طريقة تسليك أو تنظيف الشعب الهوائية. يعني بعض الناس مثلا في أماكن العمل يختنقون، أو مثلا ممكن أنه يأكل لقمة مثلا واللقمة هذه تغص مثلا في بلعومة أو غيره. ففي استراتيجيات معينه تسمى بالسي بي ار، لا يعني لابد يكون مسؤول الصحه والسلامه عنده على الاقل نبذه عنها. السي بي ار طبعا لها استراتيجيه معينه، هي الضغط على موضع الصدر، طبعا الضغط على الاعلى بحيث انه يعني يتسلك. اذا كان طبعا الشخص احنا نعرف انه مثلا ماكل اكل وغصت مثلا اللقمه هذه في بلعومه، فلا بد انه يصير بوضعيه معينه، نخليه مثلا على بطنه ونرفع راسه ونبدا نضغط 30 ضغطه، بعدين نوقف 30 ثانيه، بعدين 30 ضغطه، بعدين نوقف 30 ثانيه، بعدين 30 ضغطه ايضا، يعني 90 ضغطه، معدل تقريبا دقيقتين، لين تطلع اللقمه هذه وننظف الشعب الهوائيه. اذا كان مثلا الشخص من تنفس فنضغط على بطنه، يعني تقريبا ما بين البطن والصدر، ويعني ندفع على فوق برضو 30 كومبريشن، بعدين 30 سكند، 30 كومبريشن، 30 سكند، بعدين 30 كومبريشن. الكومبريشن اللي هو الضغط طبعا على ال شو اسمه المكان اللي يكون ما بين البطن والصدر. بحاول اني اجيب صوره منها او فيديو اذا فيه الكلاس الجاي على اساس يعني توضح لكم الفكره. بالنسبه للفيرست ايد طبعا اللي هي لابد يكون المسؤول الصحي والسلامه المهنيه عنده ادنى فكره عن مساله قياس الضغط، قياس البولس. ما هو انا ابغى اسال سؤال بس على السريع اللي مركز معي، بالنسبه للبولس او نبضات القلب، ما هي الاماكن اللي نقدر نقيس منها نبضات القلب؟ من الرقبة اللي هو تحت من الرقبة من فوق مكان اللي هو العرق اللي بينبض، طيب وفي بعضهم اللي هو من اليد نفسها، ويبدأ يحسب عن طريق اللي هو الساعة. ممتاز. طبعا تحسب انت لما تقول نبضات القلب، نبضات القلب تحسبها بال30 ثانية ولا بالدقيقة ولا بدقيقتين ولا كم؟ في الثواني تقريبا. معي يا شباب؟ معك معك طيب أحد عنده جواب؟ يا شباب تفاعلوا معي الله يخليكم، أحد عنده جواب ولا لا؟ على أساس نشوف إذا أحد عنده جواب ياخذ اكسترا كريدت، إذا ما أحد عنده جواب تقريبا بالثواني.
هو ايش الاختيارات؟ معليش مره ثانيه استاذ. 30 ثانيه، دقيقه، دقيقتين. حتكون لها اللي هو النبضه يعني. ايوه، انت لما انت كمسؤول صحه وسلامه مهنيه جيت تبغى تقيس، ولا ما خليك من مسؤول صحه وسلامه مهنيه، جيت تبغى تقيس نبض شخص، تقيسه على ايش؟ على 30 ثانيه ولا على 60 ثانيه اللي هو دقيقه، ولا على 120 ثانيه؟ 30 ثانيه تقريبا. طيب خالد تفضل. والله انا جالس احاول، انا مرت علي بس جالس احاول افتكرها انه ايش رده تيجي معايا. بس انا كنت بسال انه يعني اللوجيك لما اجي احسبها تكون اذا كانت على 30 ثانيه حتكون شويه يعني كيف قاعد ابرمجها في عقلي انه كيف حتيجي على 30 ثانيه ولا على دقيقه. شوف يا خالد، بالنسبه لجواب ماجد، انت ماجد لما تجي تقيس انت تتكلم 30 ثانيه ولا يعني مثلا انا لما ابغى اقول لك الحين مثلا خالد نبضه، خلوني اسال سؤال قبل السؤال هذا. الحين عدد نبضات القلب الطبيعي للانسان من كم لكم؟ تقريبا 15 ثانيه الى لا 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 لا، خلني لحظه، خلنا نجاوب السؤال الاول، اجلنا في لخبطه، خلنا نجاوب السؤال الاول. مثلا انا قلت لك الحين خالد نبضات قلبه مثلا 70. طبعا 70 في ايش؟ 70 في 30 ثانيه ولا 70 في الدقيقه ولا في الدقيقتين؟ ممكن في الدقيقه. في الدقيقه يا استاذ. ممتاز. هو الصح انه تقاس نبضات القلب بالدقيقه مو بالثلاثين ثانيه، لكن حنا لما نجي نقيس الحين نبضات القلب، طبعا مثل ما تكلم خالد قبل شويه، عندنا خمس اماكن نقيس فيها نبضات القلب. عندنا الاوله في الرقبه، الثانيه في المرفق، الثالثه في الكف تقريبا، اللي هو العرق المعروف اللي تحت الكف مباشره، رابعا عندنا في اعلى الفخ، خمسة في الكعب، والسادس في مشط القدم. عندنا ست أماكن. ممتاز. بالنسبة لنبضات القلب، الحين مثلا خالد قدامي يبغى أقيس نبضات قلبه، أجي عند كفة وأمسك كفة، تكون عندي الحسبة على 30 ثانية. طبعا هي بالدقيقة نبضات القلب، لكن أنا لما أجي أحسب له يكون مثلا عندي موقت مثلا جنبي بالجوال، وشغل من 0 الى 30 ثانيه خلاص اوقف، اللي هي نص دقيقه. نبضات قلب مثلا خالد عندي 33 في 30 ثانيه، اضربها باثنين مباشره عشان اطلع كم عدد نبضات قلبه بالدقيقه. طبعا ليش هم يقيسون على 30 ثانيه؟ يقيسون على 30 ثانيه على اساس يختصرون، ما بقعد دقيقه عند كل شخص واقيس نبضات قلبه، لا. طبعا هذا الكلام اذا ما كان موجود قياس ضغط القلب وكذا، اذا مثلا ما فيه يعني معدات او ادوات جاهزه، فهذه الطريقه اليدويه. اجي عند خالد واقيس 30 ثانيه عشان استعجل واضربها باثنين مباشره. جيت عند خالد وقعدت 30 ثانيه لاني ما ابغى اقعد دقيقه اطول، ممكن واحد ثاني غيره، فاجي عند خالد وامسك كفه المكان اللي اقدر اقيس منه نبضات القلب، واعد كم نبضها قلبه في 30 ثانية وأضربها باثنين على أساس أطلعها بالدقيقة. ممتاز؟ ممتاز. طيب الحين بما أن احنا عرفنا نبضات القلب تكون تقاس بالدقيقة، فكم عدد نبضات القلب، متوسط عدد نبضات القلب اللي تكون عند الإنسان من كم إلى كم؟ توقعوا يعني إلى 100. والله هذه كانت في عدد يعني، حتى لما تروح على الجهاز اللي هو في المستشفى يكون مسجل الرقم. طيب أحد عنده فكرة؟ إذا عندك فكرة يا خالد، أو توقع، أو إذا في أحد من الشباب ثاني. بقي 4 دقائق. تعطينا السؤال مرة ثانية معليش. طيب عدد نبضات ركان يقول من 60 إلى 100 بالدقيقة، عدد نبضات القلب أنا أقول 120 طبعا هي انا اقول الافرج، المعدل المتوسط من كم الى كم، لا تقول رقم واحد، قول من كم الى كم. هي في تقريبا هذه المشكله 100 شيء ل 170 او 180. طيب لا، من 70 الى 90 يا استاذ. كثير جدا. الاجابه اللي قالها ركان الشمري هي الصح، يقول انه ما يقدر يفتح المايك،
ويعطيك العافية يا ركان على المشاركة. فعلا هي من 60 إلى 100، ممتاز، من 60 إلى 100. 170 معناته إن القلب احتمال يطلع من القفص الصدري، يعني أنت تتكلم عن موضوع خطير جدا هنا. لكن من 60 إلى 100 هو المعدل المتوسط لقياس نبض شخص ما عنده أي مرض وشخص طبيعي وبكامل صحته. فحتى لو تبون تجربونها بين الكلاسين الحين، كل واحد يمسك كفة يعد نبضات قلبه ويضربها باثنين ويشوف كم عدد نبضات قلبه. طبعا المعدل الأفضل للشخص يكون 80 نبضة بالدقيقة. طبعا إذا كانت 60، إذا كانت 58، إذا كانت 62، إذا كانت 90، طبعا على حسب، يعني أنت على حسب أصلا وش هي، يعني وش سويت قبل تقيس النبض. يعني ممكن مثلا كنت تأكل أنت قبل النبض، قبل تقيس النبض. فطب من الطبيعي أن القلب يصير يشتغل أكثر في عملية الهضم على أساس يدعم المعدة، فيبدأ يضخ دم أكثر. فهنا معنات أن نبضات القلب ترتفع عندك لما تجي تسوي رياضة، ممكن تحصلها 140. حنا لما نشوف مثلا في الآلات، لما نروح النادي، لما نكون مثلا على الكارديو، نحصل عدد نبضات القلب لما نقيسها 140، وهذا شيء طبيعي، مو معناته ان فينا مشكله، لكن طبيعي القلب قاعد يضخ دم اكثر واكثر 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 على اساس يساعد الاعضاء للتحرك، وعلى اساس يساعد برضو الاعضاء انها تحرق الدهون الموجوده عليها. فمعناته ان القلب يضخ دم اكثر، هذا شيء طبيعي. لكن كمعدل طبيعي بشخص قاعد في، يعني قاعد مثلي ومثلكم الحين على كرسي وقاعد يسمع محاضرة أو يحاضر أو غيره، المعدل الطبيعي من 60 إلى 100. عدد النبضات القلب الأفضل اللي هو المتوسط طبعا اللي هو 80. بالنسبة للضغط، قياس ضغط الشخص يكون الأفضل، هذا الأفضل يكون من 140 على 80. هذا للضغط، ضغط الإنسان من 140 إلى 80، 140 على 80، هم يقيسونها زي كذا 140 على 80 بالنسبة لنبضات القلب من 60 إلى 100. بحاول أني أجيب طبعا صورة عن CPR أو فيديو أو اللي أحصله، يعني على أساس يبان وش CPR للناس اللي ما عندهم فكرة. بقي أقل من دقيقة، الله يعطيكم العافية. المحاضرة الجاية الساعة 5 إن شاء الله. أشكركم ويلا يعطيكم العافية جميعا، ولقانا بعد ثلث ساعة إن شاء الله.